خلق لنا مشكلة كبيرة ما بين المرحوم الباجي قائد السبسي ويوسف الشاهد، وخسرنا تقريبا في عامين من عدم الاستقرار الحكومي والصراعات والمناكفات، تقريبا نفس الشيء اللي نشوفه فيه تو. اليوم نفس النظام السياسي هذا يخلق لنا معركة أخرى ما بين قيس سعيد ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان حول الصلاحيات، وكل يؤول الدستور ويلوي عنقه. وفي الأخير السياسة نتائج، يعني ماذا حققت هذه المنظومة القائمة على دستور 2014 غير ما نراه من أزمات إلى حد اليوم؟ هذا ما يقولوه الناس. الدستور نص بشري قابل للإصلاح والتطوير، ولكن بعد وقت معقول وبعد ما نطبقوه ونشوفوا نتائجه ونكملوا المؤسسات بتاعه، وعلى رأس المحكمة الدستورية اللي مازلنا ما عملناهاش. الدستور ما يتغيرش كل 5 سنين ولا كل 10 سنوات، نخليه يطبق ونقيموه ونعملوا إصلاحات وتاخذ وقتها. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للدستور متاعنا احنا يلزم يكون واضح اللي راهو الأزمة اللي صارت بين سلباجي رحمه الله وبين يوسف الشاهد مش مردها النظام السياسي ولا الدستور، وإنما هذه انعكاس لأزمة داخل حزب نداء تونس. وقت اللي سلباجي يزيب يوسف الشاهد وتصير أزمة داخل نداء تونس وينقسم هذا الحزب اللي عنده 3 رئاسات وتولي كل رئاسة في جهة، هذا مش مسؤول عليه النظام السياسي ولا الدستور، وإنما مسؤول عليه حزب نداء تونس اللي وصل للحكم وما معرفش يكون في مستوى الحكم في تلك المرحلة. والصراع هذاك اللي صار بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، الدستور ضمن أنه ما تسقطش الحكومة بأي طريقة، وضمن أن رئيس الدولة يكون عنده موقف ولكن عنده صلاحيات محددة، باش رئيس الدولة ما يوليش كل مرة يجيب رئيس حكومة ويهز رئيس حكومة. ورئيس الحكومة زاد كذلك عنده ضمانات والحكومة ممكن تستقر والبرلمان هو اللي يقرر. وبالتالي احنا عملنا ضمان اسمه البرلمان، وقت يختلف رئيس الحكومة ورئيس الدولة نرجع للبرلمان، لأنه البرلمان منتخب والبرلمان هو اللي يوضع الدستور والبرلمان هو اللي يراقب الجهاز التنفيذي. ورئيس الجمهورية أيضا منتخب مباشرة من الشعب. ايه، ولكن اللي يراقب الجهاز التنفيذي هو البرلمان، فالبرلمان هو قلب النظام السياسي، فيه العائلة الكل منتخب، ما يخليش رئيس الحكومة يخرج على الدستور وما يخليش رئيس الدولة يخرج على الدستور. فإذا صارت مشكلة بين سلباجي الله يرحمه وسيوسف الشاهد ما يرجعش هذا النظام السياسي. وإذا صارت اليوم مشكلة بين سي قيس سعيد وبين سي المشيشي، المتهم ما هوش النظام السياسي ولا الدستور، وإنما السياسيين اللي هما طرف في هذه الأزمة واللي ما تعاملوش مع بعضهم احتراما لإرادة الناخبين ولقواعد الدستور ولحكم البرلمان. احنا في النهضة حرصنا باش نوفقوا بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة، نحافظ على استقرار الحكومة، نرجعوا للبرلمان، نعملوا أغلبية في البرلمان، لكن ثم تصريح للأستاذ باش يستقر الحكم ويستمر مسار ديمقراطي.